بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله يا شباب مع مسألة 166 شابتر 7 من كتاب شنكل، وهي تماثل المسألة السابقة اللي هي 164 في السلسلة هذه في على شابتر 7. هذه المسألة على الاستيم، بينما المسألة السابقة كانت على الايديال جاز، وبكذا تكونوا جاهزين إن شاء الله قبل الفاينل أموركم مرتبة. نبدأ يا شباب. يقول لك piston cylinder device contains steam undergoes a reversible thermodynamic cycle. Initially the steam is at 400 كيلو باسكال اللي هو P1 أهي 4 P1 ودرجة الحرارة 350 أهي هذه. This is the temperature line. يجي بهذه الطريقة، وكان الفوليوم ب 0.3 متر كيوب. The steam is expanded isothermally. لما يقول لك expanded يعني وين رايح؟ هكون رايح على اليمين، وisothermally معناته اني انا ماشي على نفس هذا الخط، اوكي، لحد ما البريشر وصل الى 150 اهو، تقاطع اللي هو 150 مع 350 مئوي، فهذه النقطة رقم 2، بينما هذه كانت النقطة رقم 1. إذن هذه T is equal to constant process isothermal process. يقول لك then compressed adiabatically to the initial pressure. انكبس مرة ثانية لكن خلال adiabatic process، ومعروف إحنا إن adiabatic process تكون steeper أكثر من isothermal process. يعني أنا ممكن أرسمها بهذه الطريقة، وانكبست إلى نفس الضغط اللي هو 400 كيلو باسكال. هذا ملخص الشكل. الآن طالب مننا الآن إن حنا نجيب الكيو والورك لكل عملية، فهو يبغى كيو 1-2 والورك 1-2، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني كيو خلال العملية من 2 إلى 3 والورك من 2 إلى 3، وأخيرا الكيو من 3 إلى 1 والورك من 3 إلى 1 في العملية الأخيرة هذه. ثم بعد ذلك يقول لك أوجد اللي هو دال، أوجد دبليو نت وكيو نت الصافي. فبسم الله الرحمن الرحيم نركز. الشيء الوحيد اللي ممكن يكون متعب في هذه المسألة اللي هي حقت الستيم مقارنة بالايديال جاز استخراج الخصائص البروبرتيز. الايديال جاز بيريحنا زي ما انتم شايفين، او ريحنا في المسألة السابقة، كنا نستخدم البي في زي كول تو ام ار تي في ايجاد البروبرتيز سواء في او تي. هنا شوية حنحتاج الثيرموديناميك تابلز. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نتوكل على الله. اول شيء خليني اشوف ستيت 1. State 1 ما شاء الله تبارك الله is fixed. ليش؟ لأنها P1 معطى 400 و T1 معطى ب 350. ولو شيكنا في الجدول في الثيرموديناميك تيبلز حنلاحظ يا شباب أنه P1 اللي هو 400 هنا، التيسات حقته ب 143، بينما الحرارة عندنا 350، معنات انه ايش؟ سوبر هيتد. ونفس الشيء عند البي 2 اللي هو 150، التيسات 111 والحرارة 350، فكلا الحالتين بي 1 وبي 2 حيكون السيتويشن سوبر هيتد. طيب من دون ما اتعب او ارجع اسوي لك اللي شو اسمه الانتربوليشن، فيها شويه انتربوليشن لانه اذا رحنا للسوبر هيتد عندك 0.4، لكن 350 از ان بتوين 300 و400، فحتتعب شويه في ايجاد الخصائص، لكن انا حاخذها مباشره من حل الكتاب. U1 اكيد احنا بنحتاج U1 و U2 هنا يا شباب، لانه طالب الكيو، والكيو في الكلوز سيستم تحتاج U1 واليو2. فU1 هنا حتساوي 2884.5 كيلو جول بير كيلوغرام، وبحتاج ايضا السبيسيفيك فوليوم اللي هو 0.71396 متر تكعيب لكل كيلوغرام، وايضا يمكن احتاج الانتروبي اشوف احطها معايا في الطريق ماني خسران شيء، اللي هو كيلو جول بير كيلو جرام كالفن، ولا احتاج الانثالبي لانه كلوز سيستم.
بالنسبة لستيت 2 أيضا فيكست. ليش يا أخوان؟ لأنه بي 2 ب 150 وتي 2 هي تي 1 بتساوي 350. طبعا هذا متعب أكثر أيضا في الانتربوليشن، ما حيجيك في الفاينل بهذه الطريقة. ليش؟ البريشر ب 150 لكن اللي في السوبر هيتد موجود عندك بوينت 1 هنا والبريشر اللي بعده بوينت 2، فمعناته انه يو هاف تو انتربوليت بين بوينت 1 وبوينت 2. وايضا مما يزيد الطين بله انه التمبريتشر 350 يعني بين ذس اند ذات معي، لكن ما حتجيك مثل هذه الاشياء في الفاينل اللي هو يسمونه تريبل انتربوليشن، يمكن يجيك سنجل انتربوليشن. فننتبه لهذا الشيء. من دون ما اتعب نفسي باخذ اللي حطه المؤلف، يو 2 حتساوي 2888 كيلو جول بير كيلو جرام، و الاس 2 حتساوي 8.1983 كيلو جول بير كيلو جرام كالفين. وبالنسبه للستيت، ستيت 3 بنخليها هنا، نشوف بعدين ايش بيكون الوضع حق ستيت 3، نشوف ايش البروبرتيز اللي نعرفها الان. فستيت 3 انا الشيء الوحيد اللي اعرفه عند ستيت 3 هو انه بي 3 بيساوي رجع 400، لكن ما اعرف في 3 اوكي، ولا اعرف ايضا التي هنا تي 3 it is not known. طيب إذا نخليها هنا فاضي المساحة هذه، ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا إيش؟ نبدأ بـ السولوشن. أوكي، بالنسبة للسولوشن نبدأ بالبروسيس 1 2. كلكم توافقوني على أن هذه إيش؟ isothermal بروسيس. طيب كيف ممكن نجيب الورك او الكيو؟ اوكي، لا تستعجل لي زي بعض الشباب. قال لي بسرعه مشى، قال لي الورك حيساوي ار تي لن في 2 على في 1. بعد التحقيق معاه قال هذه ايزوثيرمال بروسيس. قلنا ايوه ايزوثيرمال بروسيس، لكن هذا القانون خاص بمين؟ لما يكون ايديال يا ولدي، لازم لما يكون ايديال معناته انه بي في حيساوي ار تي، ولأنها ايزوثيرمال فهذا ثابت، فسي إذا تساوي سي معنات الان هنا بيساوي واحد، معنات هذا الشيء تستخدمه لما يكون عندك ايديال غاز و ايزوثيرمال. اوكي ايزوثيرمال معايا؟ لكن الآن هنا التمدد من هنا خلال هذا ما حد يقول انه ايديال غاز، اتس نوت ايديال غاز، وحوريكم بعد شوية مزيد من التفصيل. طيب من فين نجيبه؟ والله النكست ستيب عندي انه كيو ماينس دبليو حتساوي ام دلتا يو. يو 2 ويو 1 احنا اوريدي جبناها كويس، يو 1 ويو 2 موجودات، والماس نقدر ايضا نجيبها لانه في 1 هنا معطى اوكي، والفوليوم معطى فاقدر اجيب منه الماس. طيب لكن الكيو كيف اجيبها؟ هو ورطنا؟ لا ما ورط. انت تذكر ان هذه ريفيرسيبل اوكي، ريفيرسيبل ثيرموداينامك سايكل، ومعنات انه اذا هي ريفيرسيبل سايكل معنات كل عمليه ريفيرسيبل، فالعمليه من واحد الى اثنين ريفيرسيبل، وايضا وايضا ايزوثيرمال. اجل اقدر استخدم المعادله اللي في تشابتر 6، حد يذكرها؟ ايوه التي الخاصة بالسيستم اللي هي ثابتة 350، أيوة في دلتا إس، ممتاز جدا. وهذه حتساوي ام تي في اس 2 ماينس اس 1. طبعا ام أنا بحاجة أني أجيبها، خلينا نحاول نحط الام هنا. الام يا حبيبي حتساوي في 1 الفوليوم هنا على السبيسيفيك فوليوم في 1، وأنا أوريدي got it أوكي، فحيساوي 0.3 مقسوما على 0.71396، وهذا بيعطيني 0.4202. كويس، إذن جبنا الام وهذه 350 واس 2 واس 1 اي اوريدي got them. يلا نبدا في التعويض يا شباب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم 0.4202
في 300، وهذه لازم تكون بالكالفين، 300 زائد 273، و S2 اهي 883 ناقص S1 اللي هي 77399. نشوف الحساب، خليني بس احسبها. تطلع يا شباب بالضبط 120.0 كيلو جول. ممتاز جدا. اذا اقدر اقول ان الورك اجيبه على اليمين حساب كيو ماينس ام دلتا يو، الكيو جبناها ب 120 كيلو جول ناقص الماس 0.4202 في يو 2 ماينس يو 1، يو 2 عباره 2888 ناقص 2884. خليني اسوي الحسبه الان، طلع لي يا شباب 118.5 كيلو جول. ممتاز جدا، اللهم لك الحمد. خلصنا من الفقره الاولى اللي هو او ستيت 1 اللي هو البروسيس 1 to 2، جبت الكيو من 1 الى 2 وجبت ايش ايضا الورك من 1 الى 2، ونبهتكم الى خطورة استخدام هذه المعادلة. وعشان الطالب هذا العنيد، مو عنيد بس ما قادر يفهم، سويت له خصيصا الورقة هذه بالدوم، جبت الدوم الريليشن للعملية هذه. بص يا اخي الحبيب، احنا عندنا 400 كيلو باسكال، التيسات حقها 143 بينما التمبرتشر حقتنا 350، فتتقاطع هنا زي ما انتم شايفين سوبر هيتد فيبر، ما عندنا مشكلة. بعدين بدينا سوينا له اكسبانشن زي ما انتم شايفين لحد ما وصل الى 150 كيلو باسكال، والتيسات حقته 111. طبعا البريشر تقاطع مع 350 هنا، وبعدين صار الكبس بواسطة الايزنتروبيك بروسيس هنا إلى 3 ومن 3 إلى 1. نقطة ضعف الولد هذا، هو يقول لي أنه this is steam وأنا أقدر أتعامل معاه. هو غلط أساسا، بس يعني شوية من بعض الفلسفة الزايدة. نقول له steam هنا ما هو ideal gas، ideal gas لما يروح بعيد جدا. وعشان أبين له قلت له شوف، خذ لي يا حبيبي الآن ابدأ انزل شوية، روح خذ النقطة الأولى اللي هي 350 مع السبيسيفيك فوليوم اللي هنا، بعد انزل لك تكة بسيطة، خلي الضغط ينزل. وسويت له الجدول هذا يا إخوان، قلت له بسم الله الرحمن الرحيم، هذا التمبريتشر، خذ لك البريشر 400 مع 350 وجيب سبيسيفيك فوليوم اهو، بعدين روح خذ لك مثلا بريشر اقل، قول مثلا 380 مع 350 وجيب السبيسيفيك فوليوم يطلع اكبر، قول مثلا يطلع 0.75، بعدين خذ لك 360 330 240 الى اخره، وابدا اقرا سجل من الجدول الفيز هنا، ثم قم بضرب بي في في، لن يكون نفس الرقم، يعني لن يكون ثابت معايا. حاصل ضرب البريشر اللي هو هنا اللي مثلا 380 في سبيسيفيك فوليوم عند هذه النقطة مثلا، ثم هذه النقطة، ثم هذه النقطة، لن يكون ثابت. ليش؟ لأنه إذا تبغى تشوف البي في is equal to constant تطلع حاجة زي كذا يا ولدي، أو يمكن تطلع حاجة زي كذا. متى الخطين هذا، متى الخط هذا حق الكونستنت تمبريتشر يتطابق مع البي في زيكول تو كونستنت؟ لما نكون بعيد، نكون شوية في المنطقة اللي في هذا الاتجاه. أتمنى يعني أنها وصلت للابن هذا وأيضا لكم. طيب يا أخوان كذا خلصنا، نروح الآن إلى بروسيس من 2 إلى 3. هو قال لنا هنا انه انكبس ادياباتيكلي، لما يقول لك انكبس ادياباتيكلي معناته كيو بزيرو، وخلق العمليه ريفيرزابل، فلما ريفيرزابل وادياباتيك معناته انها ايزنتروبيك. ايزنتروبيك طيب كيف نجيب تي 3 الحراره اللي هنا؟ برضو الطالب هذا نجيب طاير ومربوش شويه، ايش قال؟ قال حستخدم تي 2 على تي 1 حتساوي بي 2 على بي 1 مرفوع للكي ماينس 1. قلنا له خذ لك خطا. ليش؟ This is only for ideal gas يا فلان. اوكي.
طيب يا اخوان، ها ايش الرابط الان ما بين 2 و3؟ ها الرابط بما انها ايزنتروبيك معناه دلتا اس حتساوي 0، معناته انه اس 3 حتساوي اس 2. اس 2 يا حباب انا اوريدي جبتها قدامكم الان، هذه هي اس 2، معناته انه عند ستي 3 اللي انا تركتها من زمان قلت اذا اس 3 حتساوي اس 2 حتساوي 8.1983. طيب ايش الخصائص اللي نحتاجها عند بي 3 او عند ستيت 3؟ والله احتاج السبيسيفيك فوليوم لاني بحتاج الورك في الاخير. السبيسيفيك فوليوم برضه فيها انتربوليشن عكا شويه، لكن نوعدك انها ما تكون زي كذا في الفاينل. 0.89148 متر تكعيب بير كيلو جرام. وايضا انا بحاجه الى يو 3 عشان احسب الكيو اللي حتطلع 3.1322.9. شايف كيف؟ يلا بسم الله الرحمن. اذا الحل هذا غلط. طيب كيف اجيب الورك؟ ما تقدر تجيب الورك الا من خلال الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. اوكي، الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس الكيو بزيرو. اوكي، وبالتالي فان الورك حيساوي ماينس ام في يو 3 ماينس يو 2. هنا نحط ماينس وناخذ الماس مره ثانيه. حد يذكر لي وين الماس؟ اهي 0.4202. اوكي، يو 3 قبل شويه جبتها الان، يو 3 3000 ويو 2. طيب خلوني احسبها الان، تطلع ماينس 102.9 كيلو جول. لما تكون ماينس معناته انها دن اون ذا سيستم، وفعلا كبسنا ال اس تي. اذا ممتاز جدا. اذا كيو من 2 الى 3 بصفر، والورك من 2 الى 3 بالمقدار هذا. ايش اللي بقي عندنا يا اخوان؟ والله بقي عندنا المساله الاخيره. اوكي، اللي هي البروسيس من 3 الى 1. واضح ان البروسيس من 3 الى 1 اذا انتم شايفين انها كونستنت بريشر بروسيس. This is constant pressure process. طيب constant pressure process معناته من 3 الى 1 اقدر اجيبها ب بي ام بي انتو في 1 ناقص في 3. لكن في 3 ما موجود عندي، في 3 لا اهو انا اوريدي. اوكي موجود عندي والماس موجوده. اذا هذا حيساوي الماس قلنا اذا تذكرون 0.4 اهي 0.4202، والبريشر ب 400 اذا انتم شايفين اهو ب 400. وفي 1 هو عند ستيت 1 اهو بوينت ماينس في 3 اللي احنا جبناه يطلع لي ماينس 29.82 كيلو جول. ممتاز جدا. والماينس معناته انه ايش؟ كومبريشن. طيب كيف اجيب الكيو؟ ما عندي الا الفيرست لو ثيرمودينامكس. اوكي، ماينس الورك من 3 الى 1 حيساوي دلتا يو من 3 الى 1. طبعا احنا ممكن نسوي حركة اللي هو نجيب الورك هنا ونجمع فيصير هذا دلتا اتش، لكن انا اوريدي ما طلعت الاتش. فانا اي ويل سي ان كيو 3 1 حتساوي الورك من 3 الى 1 زائد الماس في يو 1 ناقص يو 3. نبدأ نعوض يا إخوان، ناقص 29.82 ناقص الماس. الماس كانت ب 0.4202 مضروبة في يو 1. يو 1 ناقص يو 3 طيب نشوف كم تطلع يا إخوان. تطلع لي يا شباب ماينس 134.2 كيلو جول، مع ملاحظة اني كنت كاتب هذه بالماينس ورجعتها بالبلس،
فالحمد لله الورك جبناه. اوكي وهذه الكيو 1 3 3 1. طيب نجي الان على ايجاد الكيو نت اند الدبليو نت. هذا يا شباب عمليه تشيك جدا ممتازه على شغلنا. لو طلع ان كيو نت يا اخوان ما يساوي دبليو نت معناته في حالنا خطا. تمام؟ ليش؟ لانه هذه سايكل بدينا من واحد ورجعنا الى واحد. اوكي وبالتالي تعرفون انت كيو from 1 to 1 minus W from 1 to 1 حيساوي MU1 minus U1 وهذه بصفر from 1 to 1. فبالتالي لازم المحصلتين يكونوا متساوية. طيب بسم الله نشوف ناخذ لنا كيو نت ناخذ آخر وحدة اللي هي ناقص 134 2 هذه من كيو من 3 إلى 1 زائد نرجع يا شباب إلى صفر اللي هي من كيو من 2 إلى 3 زائد كيو إيه 120 اللي هي من 1 إلى 2 ونبدأ نجمعها 120 تطلع ناقص 14.2 كيلو جول هذا النت. اوكي طيب نجي الان ايضا نشوف الدبليو نت. الدبليو نت قبل شوي جبته هنا كان ناقص 29 هذه من 3 هذه في اخر عمليه زائد الدبليو نت او الدبليو من 2 الى 3 كان ناقص 100 وكان يا حبايب بمية وثمنتاعش هذا الورك from 1 to 3 يطلع لي يا شباب 14.2 كيلو جول طبعا بالسالب. إذن الحمد لله تم التشيك على هذه المسألة. أتمنى إن شاء الله أني وفقت في شرحها لكم. لا تنسونا من دعوة صالحة يا أخوان وشاركوا الحلقة مع زملائكم ونشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.